طلاب الأعزاء بمدرسة عبد الله بن رواح الابتدائية للبنين الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم قسم الرياضيات مراجعة مادة الرياضيات لاختبارات منتصف الفصل الثاني، وفي هذا الفيديو سنتعرض لطرح الأعداد الكسرية باستخدام النماذج. المثال التالي فيطلب منك إيجاد ناتج الطرح باستخدام شرائط الكسور، حيث نجد أن 4 و3 على 4 ناقصا 3 و7 على 8. نجد أن المطروح في هذه الحالة هو 3 و7 على 8. كل ما سنقوم به في هذه الحالة هو شط عناصر أو وحدات المطروح 3 و7 على 8 من النموذج. نبدأ بالعدد الصحيح ونجده 3، ونطرح أو نشطب 3 وحدات صحيحة من النموذج كما هو موضح أمامك، ثم ننظر إلى بسط العدد المطروح ونجده 7، ونقوم بطرح 7 كسور اعتيادية من النموذج. في هذه الحالة نطرح الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، والسابع. ثم ننظر إلى النموذج أمامنا ونحسب كم تبقى لنا من كسور اعتيادية. نجد أن ما تبقى هو في هذه الحالة 1 2 3 4 5 6 7، 7 أجزاء من 8، وبالتالي تكون الإجابة في هذه الحالة 7 على 8. أعزائي، شكرا لحسن استماعكم.